مرحبا بكم سادتي المشاهدين الكرام. ابدأ مع ضيفتي الدكتورة اقبال عبد الحسين عن العلاقات الخارجية. مرحبا بحضرتك سيادة النائبة. لا تبدو الرغبة التركية واضحة كما هي الرغبة العراقية في سحب القوات من تركيا، كأنما يلدرم جاء لأمر آخر، جاء ربما لبحث العلاقات الاقتصادية، جاء ربما لقضايا أخرى غير القضية المركزية اللي واضحها العراق نصب عينه، اللي هي سحب القوات التركية من العراق. اعتقد انه هذا الزياره كانت هي مبادره من الجانب التركي وليس من الجانب العراقي. طلعت السنه الماضيه اصر الجانب التركي ان يكون هناك حوارات او محادثات بخصوص وجود المعسكر القوات التركيه في بعشيقه، وكانت الحكومه العراقيه رافضه ان يكون اي حوار او اي مباحثات سواء كانت رسميه او غير رسميه بهذا الموضوع لما يكون هناك سحب القوات التركيه متواجده في العراق. وعلى ضوء هذه المحادثات والعلاقات الثنائيه تقريبا يعني شبه كانت معدومه بين الجانب العراقي والتركي، الان كانت مبادره من رئيس الوزراء التركي باتصال هاتفي اكثر من اسبوعين بنظيره العراقي الدكتور حمد العبادي، وكان هناك اتصال ايضا من رئيس الجمهوريه رجب طيب اردوغان بان انهم مستعدين لاي مبادره طيبه جيد. او تعاون سياسي وامني مع العراق. وعلى ضوء هذا الاتفاق كان رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي كانت من الشروط الرئيسيه بان يكون سحب القوات التركيه قبل ان تبدا اي محادثات ما بين الجانبين. وافقوا تركيا على هذا الشرط؟ بل غير انه موافقه مبدئيه حقيقه، يلا صار هذا الموضوع الزياره، يعني اذا كانت هناك موافقيه من الجانب التركي انه الموضوع سيحسم وسوف يتم سحب القوات، ما اعتقد اليوم كانت الزياره يعني اصبحت الان وتم عقد بها مجلس الاعلى للتعاون السابق. ما صدر دكتوره عن الحكومه وعن المعنيين بهذا الشان من الحكومه، من مكتب رئيس الوزراء ومن وزاره الخارجيه لم يشر صراحه حتى لاتفاق مبدئي لسحب القوات التركيه. هل تريد تركيا شيء من بغداد؟ هل هناك شرط حتى يسحبون قواتهم؟ أنا قراءتي للموضوع أنه أكو أمور يعني قد لن تظهر للإعلام بصورة علنية، قد تكون هناك نوع من التفاهمات السياسية الداخلية ما بين العراق وتركيا. الآن كل البلدين معرض لهجمات إرهابية من جماعات تكفيرية، والآن ما نراه في تركيا الآن من تغلغل داعش وتكفير داخل إرهابي داخل القوات داخل الأراضي التركية. هذا أعتقد أنه في وجهة نظري كان هناك اتفاق ما بين العراق وتركيا على سحب القوات التركية فقط، لكن بعض البنود قد لا تظهر للإعلام بصورة مباشرة، لكن نتأمل في المستقبل القريب أنه حيكون أنه فعلا سحب القوات التركية من العراق وفق نظام وجدول وأجندة سوف تظهر بالقريب العاجل، ونحن ننتظر على أبواب تحرير الموصل إن شاء الله. جيد. هل تتفق صالح محمد مع هذا التفاؤل الذي يطرح من الجهات الرسمية بأن تركيا مستعدة لسحب القوات؟ لا تبدو الأمور واضحة بهذا الاتجاه، ما هو تفسيرك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا الله حياك الله والمشاهدين الكرام. في الحقيقة زيارة رئيس الوزراء يلدم للعراق فيها كثير من التساؤل. احنا عندنا مشاكل ويا تركيا لمدة طويلة صار، ولم يقم أي مسؤول منهم بزيارة العراق وخاصة على مستوى رئيس الوزراء، وهذا يدل على أنهم ما كانوا يفكرون في حل هذه المشاكل إلا في هذا الوقت. لماذا؟ يجب أن نحلل. التحليل يقول أن تركيا اليوم هي غير تركيا قبل الانقلاب. تركيا مرت بانقلاب عسكري وعصفت بكل مؤسسات الدولة. اليوم الدولة التركية مهددة وليس فقط النظام. وهذا التهديد يشمل المنطقة بأسرها تقريبا. احنا خلي نعالج فقط عن تركيا. طيب، تركيا ليس بتلك القوة والاستقرار اللي كانت ممكن أن تتحكم وتتلاعب وتفرض إرادتها على بقية الدول وخاصة دول الجوار. لذلك اليوم وبعد كثير من الخسائر اللي منيت بها وكثير من عدم الاستقرار وكثير من التهديدات الحقيقية اللي حدثت في إسطنبول وأنقرة، لابد من أن تراجع تركيا سياستها وبدأت باعتقادك بدأت الآن مراجعتها بهذه من خلال هذه الزيارة، ولذلك تريد أن تقوم بتصفية بعض المشاكل التي تضغط على الداخل التركي أيضا. ونحن دولة مجاورة لتركيا ونؤثر في الصميم معها إذا ما أردنا أن نقف موقف سلبي باتجاهها. نعم، اليوم لربما لدينا داعش وإحنا ملتهين ويا داعش ولدينا مشاكل كبيرة، ولكن تحرير الموصل على الأبواب،
الساحل الأيسر إن شاء الله الجانب الأيسر الأنباء إيجابية هذا اليوم بهذا الاتجاه الحمد لله سينتهي بإذنه تعالى وبقية الموصل محاصرة بشكل كامل يعني نحن إلى مرحلة قريبة جدا من طرد داعش عن العراق ويبقى العراق مستقرا ثم نلتفت إلى كل المشاكل الأخرى التي تسببها لنا دول الجوار وخاصة طيب ما هو أكو ترابط معين ما بين محاربة داعش وما بين التواجد المسلح من الرواية التركية تقول بأن إحنا دازين هذول القوات من أجل مساعدة العراق وتدريب قواتهم اللي راح تقاتل داعش هذا الموضوع ما نفك اللبس مالته لحد اليوم قبل لا يجي يلدرم إلى بغداد صرح الوسائل الإعلام التركية قال إحنا نحترم السيادة العراقية وذول قواتنا موجودة حتى تدرب القوات العراقية فقط ها الرواية التركية لحد اليوم هذه اليوم بدأوا يطرحونها أنهم يحترمون السيادة العراقية في السابق لم نسمع لهم مثل هذه التصريحات وأنا قلت لك لما بديت في المقدمة أنه أقول أن تركيا اليوم غير تركيا قبل الانقلاب يعني هم مجبورين اليوم جايين إلى هذا وماذا عن التدريب؟ ماذا عن التدريب؟ التدريب أو غير التدريب بس أنا اللي أريد أقوله أنه يجب أن نكون على حذر من خلال هذه الزيارة وأيضا من خلال العلاقة اللي يريدون هم إحنا ما نريد نكون جسر يعبروننا ويمشون ما يريدون الظرف الحساس اللي يمرون به ولما تستقوي مرة ثانية تركيا تعود مرة أخرى باعتداءاتها وإحنا نقول اعتداء لأن هي احتلت العراق هي محتلة وإلى الآن هي محتلة وأنا أعجب أنه إحنا كيف يمكن أن نرضى لرئيس وزراء تركي أن يدخل إلى العراق وقواته موجودة محتلة على الأراضي العراقية هذا إذا كان يعني من باب تلطيف الأجواء وحل القضايا بالطرق الدبلوماسية وأن نذهب إلى كل ما يمكن أن نذهب إلى بالطرق الدبلوماسية لحل هذه المشكلة لكن لا يمكن أن نبقى ساكتين إلى لا نهاية وعلى تركيا أن تفهم أن اليوم إذا ما انتهينا من داعش سيكون لنا معهم موقف آخر وذريعة البيكك حزب العمال التركي أنه موجود وهم يطالبون وكذا ومن جاب حزب العمال التركي مو احنا جبنا هم اللي دفعوا به ودخلوا الى الاراضي العراقيه ولجا الى الاراضي العراقيه ليش يلقون بمشاكلهم علينا خليني ارجع لحضرتك استاذ عبد الرحمن استمعت لما قاله السيد محمد ناجي حول تواجد مسلحي البككه حتى بالدستور عندنا وحضرتك رجل قانون انه لا يجوز ان تستخدم الاراضي العراقيه كمنطلق للاضرار بمصالح دول مجاوره اذا كانت البككه تضر بشكل مباشر المصالح التركية أليس من واجب الحكومة العراقية مكافحة تواجدها العلني في جبل سنجار على الأقل لا أتحدث عن الشريط الحدودي فقط بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة لماذا تحمل الحكومة العراقية مسؤولية تواجد البيكيكي إذا كانت يعني بهذا الوصف على أراضي هي غير مسيطرة عليها الكل يعلم أنه السيد مسعود البرزاني ظهر لما حرر سنجار على جبل سنجار بمؤتمر صحفي وقال لن أسمح برفع أي علم غير علم البيشمركة هناك ليش تركيا ما تعتبر السيد مسعود البرزاني مسؤول عن تواجد هذه المنظمة في أرض يسيطر عليها ويدعي أن حدودها رسمت بالدم وتحمل الحكومة العراقية مسؤولية تواجدها في أرض هي عملية خارج سيطرة الحكومة اليوم الحكومة العراقية ما تسيطر على سنجار من يسيطر على سنجار عمليا وحضرتك من نينوى أيضا لا تسيطر عليها الحكومة العراقية كل علاقة سنجار الآن أن هناك 500 شخص يزيدي هم رعايا عراقيون قامت الحكومة العراقية شأنهم في ذلك شأن كل العشائر العربية وكل العراقيين بتطويع 500 شخص يزيدي أؤكد يعني عراقي يزيدي ليس لا سوري ولا تركي ولا من أي جنسية أخرى طوعتهم وانطتهم رواتب من الحشد الشعبي كما أعطت غيرهم وهم عراقيون جيد ليش العراق هذه كل علاقة يعني هؤلاء الأشخاص موجودون في سنجار هاي مسؤولية من هاي مو مسؤولية الحكومة أستاذ عبد الرحمن عزيزي هاي مسؤولية من يعني ما معقول الحكومة يفترض أنه هي مسيطرة على كل الأراضي العراقية هذا ضعف مسؤولية منه مسؤولية سيد الكريم العراق مثل ما الآن هو مو مسؤول عن تواجد داعش على سبيل المثل وهو يخوض حرب معها بالتعاون مع تحالف دولي هو أيضا غير مسؤول عن تواجد هو ليس مسيطر على حدوده إذا تركيا تريد تحمل مسؤولية أي دولة أخرى عن وجود تنظيم إرهابي ليش ما تتحمل تركيا مسؤولية وجود داعش اللي البارحة فجرت في رأس السنة في تركيا هذه قضية طبعا المسألة الأخرى اللي أنا أرد أقولها أنه تركيا تغض الطرف عن
يعني القاعدة الأساسية، فلأقل هكذا، القاعدة الأساسية لعلاقة أي دولة بأخرى هو قاعدة احترام السيادة وحسن الجوار. نعم. عندما تبدأ علاقة أي دولة بالدولة الأخرى عندما تطبق هذه القاعدة، عندما تكون هذه القاعدة مطبقة من هذه القاعدة تحديدا تبدأ علاقة الدولة بالدولة الأخرى. لا يمكن الحديث اليوم، شنو قيمة الحديث عن بيان تقول تركيا فيها أنها تحترم سيادة العراق وهي لا تقدم يعني تصريح يعني واضح وموقف واضح من سحب قواتها التي صنفتها الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس النواب والحكومة بأنها قوات محتلة. طيب. لا يمكن أن تتحدث عن احترام سيادة في ظل تعامل تركيا مع إقليم دون الحكومة العراقية بطريقة غير يعني غير مباشرة وطريقة غير قانونية وتهريب نفط، وكذلك حتى تعاملات وصل الحد بها إلى ما كشفته ويكيليكس قبل كم يوم من إعراب وزير الموارد الطبيعية الكردي يعني الديمقراطي الكردستاني عن رغبة بيع حقول قسم منها داخل حتى حدود نينوى. ليش ما إذا تركيا تحترم يعني علاقة حسن الجوار وتحترم سيادة العراق كيف تسمح لنفسها؟ يعني طبعا أنا اليوم كمواطن عراقي يعني حقيقة كنت يعني لما رئيس الوزراء التركي يستنكف عن ذكر اقليم كردستان، اسم كردستان اليوم يقول حكومه شمال العراق، يعني المفروض حتى الحكومه حتى كل الاخوه في الاقليم المفروض يكون عندهم موقف من هذه المساله. شنو يريدون؟ انا اسالك استاذ عبد الرحمن، شنو يريدون الاتراك من بغداد حتى يسحبون قواتهم؟ الموضوع متعلق فقط بمسلحي البكاكيل والموضوع ابعد من هذا. ما حد منع، يعني اليوم سيد مسعود البرزاني اذا يريد يرسم حدوده بالدم، وشنو اللي منعه من انه يروح الان يخرج البككه كما اخرج داعش مثل ما هو يقول ويدعي. القصة تركيا الآن كانت تراهن على أن الجيش العراقي لم يكن قادرا على تحرير دحر داعش وكان جيشها موجود، وكذلك وجود الجيش التركي وفر نوع هامش من المناورة لبعض حلفاء تركيا المحليين، مكنهم من أنا ما أريد أتحدث بتفاصيل أخرى. تركيا أدركت يعني أمام ساعة الحقيقة أنه هي قد فاتها قطار لإعادة الإعمار. الآن العراق يعني مسألة داعش الكل بدأ يعني يدرك أنها مسألة وقت. العراق بصدد تحرير أرضه من داعش وهو بصدد إعادة إعمار هذه الأراضي خصوصا، والشركات التركية سيل لعابها، وتركيا سوف يعني أدركت بأنها سوف تخرج كما يقول المثل المصري من المولد بلا حمص. فجاءت الآن، لكن مع الأسف الحكومة العراقية ما كان عندها موقف واضح من أضعف موقف الحكومة العراقية التفاوضي. من هو هذا الأضعف؟ أنا راح أقول لك منه. اليوم السيد يلدرم قال بأن التبادل التجاري كان 12 مليار نزل 7 مليار. نعم. الحكومة العراقية كان بيدها ورقتين، ورقة النفط وكذلك ورقة التبادل التجاري، وإقليم كردستان كان لدور واضح وجلي. السبعة مليار اللي يتحدث عنها يلدرم كلها تدخل إلى الإقليم في كل المنافذ الحدودية العراقية. الآن البضاعة توقف وتتعرض لتقييد السيطرة النوعية وتتأخر، لكن البضاعة التركية تدخل إلى إقليم كردستان، فعمليا ورقة الاقتصادية إلى حد كبير أفرغ مضمونها بتواطؤ الإقليم مع تركيا وتوافقها. ورقة النفط كذلك، تركيا لم تعد تعير بالا حتى للأنبوب النفط، إذا كان النفط العراقي يتهرب إلى تركيا وحتى النفط السوري، وإذا كانت حكومة الإقليم اللي تتعامل معها تركيا بمعزل الحكومة العراقية عند استعداد حتى تبيع الحقول مو بس النفط. جي. لذلك عمليا لم يعد هناك أي ورقة أو أن هذه الأوراق أفرغت إلى حد كبير من محتواها، ولم تبقى إلا ورقة إعادة الإعمار التي جاء الأتراك الآن ليساهموا فيها. أبقى يا عزيزي دكتورة، كل هذا التداخل اللي قاعد تستمعين إلى حضرتك بعلاقتنا مع تركيا لم يتحدث عن جدول الأعمال أو حتى البيانات التي نشرت، كأنما وضعت هوامش مقدمات. الموضوع أعمق من هذا. الخلل وين؟ الخلل إنه أكو شيء صار إحنا ما نعرفه وما نعلن عن طريق وسائل الإعلام. حقيقة خلينا نتكلم على يعني الجانب التركي وإسراعه في أن يعني يعقد محادثات ومباحثات مع العراق. نشوف تركيا الآن حاليا تختلف عن تركيا ما قبل سنة. تركيا بعد النقاب الفاشل في تموز الماضي قد حدثت تغيرات في الاصطفاف الإقليمي مع دول خلينا نقول دول القوى العظمى، بعد ما كانت مصطفى اصطفاف مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وكانت لها كانت تجند تركيا في أن تدخل العراق
يعني تصرح تصريحات هنا وهناك في صالح يخدم الأجندات الخليجية. أدركت تركيا أنها قد لعبت لعبة يعني استغلت في هذا الموضوع، لهذا ذهبت إلى الجانب الروسي والإيراني، وهذا ما حدث في محادثات الثلاثية مع بين سوريا وإيران، عفوا مع إيران وسوريا على الملف السوري. فإذا الموضوع أنه موضوع أجندات إقليمية وموضوع اصطفاف إقليمي. إحنا شنو إعرابنا محلنا من الإعراب بهذه القصة كلها مع سوريا وروسيا وما أدري منه. الساحة خلينا نقول الساحة الآن نفس الساحة، العراق وسوريا نفس الساحة تقريبا، يعني حلب وموصل تقريبا نفس المعركة. اللي الفراغ الأمني اللي صار بسوريا بعد 2011 وما نسميه بالربيع. أنا بدي أسأل حضرتك في لجنة العلاقات الخارجية، عندكم مجسات حقيقية طبعا تراقبون أنتم من ضمن عملكم الرقابة والتشريع، مجسات حقيقية للأداء الدبلوماسي العراقي فيما يتعلق بحل الأزمة الأخيرة، وشلون تعاملت وياها الحكومة ووزارة الخارجية خصوصا في ظل زيارة يلدرم إلى بغداد؟ خليني أخذ جواب حضرتك، لكن بعد ما أذهب إلى فاصل سادة المشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود لنكمل هذا الحوار. من جديد مرحبا بكم سادة المشاهدين الأكارم، موضوع الحلقة زيارة يلدرم رئيس الوزراء التركي إلى بغداد. أرجع لحضرتك دكتورة إقبال عبد الحسين، كنا نتحدث قبل الفاصل عن وضعكم بداخل اللجنة بلجنة العلاقات الخارجية، شلون تقيمون إدارة الأزمة، أزمة تواجد القوات التركية في معسكر بعشيقة، أداء الحكومة فيما يتعلق بهذه الأزمة، شلون تقيموا بالضبط؟ احنا كلجة علاقات خارجية قمنا بصياغة قرار العام الماضي وتم التصويت عليه في مجلس النواب العراقي بعدم باستنكار تواجد القوات العسكرية، وهذا ما كان له أثر، ما كان انسحاب الفوري، هذا يعني كقرار مجلس النواب تم التصويت، يعني هذا يعني متفق عليه من كل القوى الموجودة بالعراق. جي. يعني دائما كان يتحاجون الجانب التركي بأنهم مع الأقل التركمان مع بعض الأزيدين. هو التصويت كان بالإجماع في حينها؟ بالإجماع نعم. جي. يعني نعم. كان التصويت وثم رفع إلى وزارة الخارجية، وزارة الخارجية التي بدورها اللي أرسلت أكثر من مذكرة احتجاج واعتراض على تواجد هذه الأمم المتحدة، وحتى خاطبت فقط وقت الجامعة العربية أن تعقد هناك جلسة استثنائية لبحث ومناقشة الوضع التركي وتواجد القوات العسكرية، بحيث أنه طالبنا يعني دول الجامعة العربية أن تكون ورقة ضاغطة على هذه الجامعة. وصدر القرار أيضا من جامعة الدول العربية؟ لا بالعكس، كان القرار كان لم تعقد الجلسة في أيامها يعني محدودة، عقدت تقريبا في الجلسة وراء تقريبا أكثر من 8 أشهر أو 6 أشهر، وكانت الخطابات يعني باردة ولا مستوى وجود التواجد التركي في العراق. يعني كان هذا دليل على شنو؟ يعني دليل على أن الجامعة العربية يعني مواقفها لحد هاللحظة مواقفها مواقف بليدة وبطيئة وغير متفاعلة مع الشأن العراقي ومع الملف العراقي، وخاصة نعرف أنه أنتوا راضين باللجنة عن أداء الحكومة في إدارة هذه الأزمة لو لا؟ شوف يعني إحنا خلينا نتكلم على الحكومة من جانب أنه هي الآن تدور معركة مع داعش، والمهمة الرئيسية هي تحرير الأراضي من دنس داعش وبراثن الإرهاب. الآن الحكومة لا تريد في ذاك الوقت أن تفتح أكثر من جبهة ولا وزارة الخارجية شنو شغلها دكتورة؟ وزارة الخارجية قدمت مذكرات احتجاج والسفينة في الأمم المتحدة في أكثر من اللقاء، في أكثر من اجتماع، في أكثر من مؤتمر، وضحوا قضية العراق. لكن احنا نعرف كل زين أن العراق هو ضحية أجندات خارجية وأجندات قوى عظمى. والعراق وحده لا يستطيع أن يكون هناك فعلا يعني مساعدة أو دول عظمى، خاصة مع موضوع الدخول روسيا على الخط في تحرير الأراضي في سوريا. هذا كان أعطى قوة للعراق أن يتحرك ويضغط على تركيا في الوقت نفسه، لأن جاءت بهذا الوفد الرسمي الكبير والذي جاء العراق على مبادرة منهم. فهذا أعتقد أنه من الناحية الدبلوماسية بهذا الموضوع، أما احنا من نريد يعني نتحرك على الجانب العسكري، فاعتقد غير الوقت المناسب انه يتحرك العراق عسكريا. جيد. على تركيا. جيد. وهذا الغموض او عدم الوضوح بالموقف ايضا يتضح جليا من عدة مواقف، من جملتها وموقف ما تحدث به رئيس الوزراء مثلا عن هذه النقطة في هذا المؤتمر الصحفي، خلينا نشوفها ونرجع وياكم. تبقى القضية الأخرى يجب أن نطرق بها ويطرق إلها البيان الختامي فيما يتعلق بتواجد القوات التركية في بعشيقة. تم الاتفاق على صيغة في البيان الختامي بين الطرف العراقي يطلب انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية في بعشيقة، والطرف التركي
أكد التزامه بالسيادة العراقية وبوحدة الأراضي العراقية في هذا الإطار. أكد التزامه بالسيادة العراقية. النقطة الثالثة من البيان تقول انه اتفق الجانبان او اتفق الطرفان على فلان شيء واتفق الطرفان على فلان شيء. النقطة الثالثة أكد الجانب العراقي فقط على ضرورة سحب القوات التركية من العراق. ما قرينا، ارجع عيد السؤال ربما بصيغة اخرى، ما قرينا ولا سمعنا. مو صحيح، واضح لو مو واضح؟ لا واضح جدا واضح. وسيد رئيس الوزراء يعني الظاهر استخدم اعلى ما يمكن من الدبلوماسية في الإجابة، وهو الرجال واقف يمه ما 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 اهتز ولا حكى دبلوماسية يعني لا بد من عدوه كرئيس وزراء وعند ضيف، ولا بد ان يستخدم هذه. لكن احنا في الحقيقة كأعضاء مجلس النواب وكلجنة الأمن والدفاع نقول ان كان لابد من ان نوضح موقف العراق، وهو سحب القوات التركية فورا. هذه سيادة، هذه هذا خط احمر لا يمكن فيه المجاملة مع احد. انتم جايين، اجيتوا قبلنا زيارتكم، اهلا وسهلا لتصفير الأزمة. تصفير الأزمة يأتي من خلال سحب قواتكم فورا. شنو الداعي في بقاء هذه القوات؟ اذا اكو قوات واحنا نحس انه اكو أهمية الى وجودها، احنا نطلب مثل ما طلبنا من التحالف الدولي نطلب. احنا بالمناسبة ما طلبنا من اي دولة في العالم قوة برية ان تدخل الى اراضينا. نعم التحالف طلبنا كغطاء جوي وكخبراء، اما ان تدخل قوة عسكرية تسيطر على الارض وتقوم بافعال بغير علم الحكومة العراقية اصلا، هذا شنو معناه؟ معناه انتهاك للسيادة، معناه احتلال. انا كيف اجلس اليوم مع رئيس وزراء وهو يحتل ارضي ويكون مخالف لابسط قوانين القوانين الدولية؟ هذا اللي احنا كنا نتمناه من السيد رئيس الوزراء. هو الرجال يقول المصادر انه هو رفض، انه او حتى المتحدث باسمه قال انه هو رفض استقبال رئيس الوزراء التركي ما لم يكن على جدول الاعمال مناقشه هذا الموضوع، وتاخرت الزياره يومين لحد ما اجى هو. جيد، مناقشته مع التاكيد على سحب القوات فورا. طيب، اما مثل هذا البيان اللي الان اللي تفضل به السيد رئيس الوزراء العبادي انه احنا يطلب العراق سحب القوات، وتؤكد تركيا على احترام سيادة العراق. ماكو فد شيء اسمه سحب القوات، وماكو فد جدول زمني، ماكو فد إلزامية، ماكو فد ضامن. يعني شلون أقدر أنا أفهم اليوم أن تركيا راح تلتزم بسحب قواتها؟ وأنا جيت وقعدت أسأل، الآن العالم كله يقول لعد العراق قابل بالقوات التركية، هذا شوفوه استقبلوه وقعدوا وسالفوا وراح يكتبون اتفاقيات. إحنا نحذر من عدم توقيع أي اتفاقية اليوم مع تركيا قبل سحبها لقواتها. ممكن احنا نتضرر بهذا الجانب، ربما تكون الاتفاقات لا ضرر مع السيادة، لا ضرر مع السيادة. لذلك نقول أن السيادة خط أحمر. أنا أجي الضرر في سبيل أنه قضايا اقتصادية وغير اقتصادية، وما هو الضرر الذي يشمل العراق؟ الضرر سوف يصيب تركيا أكثر مما يصيب العراق. احنا ما محتاجين لتركيا، منافذ حدودية عندنا والحمد لله مطلين على كثير من الدول، ويمكن أن نصدر بضاعتنا ويمكن أن نستورد من أي دولة. الذي يتضرر أكثر هي تركيا. ليش احنا نخاف من هذه القضيه؟ وشنو احنا محتاجين؟ ليش ما محتاجين باي مساله؟ هم المحتاجين. اليوم هم اللي جايين يريدون يتوسطون عندنا انه لا نسمح للبكك ان يبقون بالعراق، وعبالك احنا جبناهم. هم هذه خطيئتهم، هذه خطيئتهم. هم اللي صنعوا من البكك اعداء لهم، ابناء بلدهم وجلدتهم، وقفوا ضدهم واعتبروهم من الدرجه الثانيه. من حق هؤلاء ان يدافعوا عن حقهم وعن سيادتهم وعن وجودهم وعن قوميتهم. اليوم احنا اليوم في كردستان انطيناهم فيدراليه، اقليم فيدرالي وما شاء الله، وكل هذا ما قابل للعدل. اليوم بعد هاي المعطيات الاخيره يعني نقدر نستنتج انه طريق الدبلوماسيه او الحوار مع تركيا قد يطول، او ربما ياخذ وقت وياخذ تفاصيل وكو شروط مقابل شروط. شنو الحل المناسب الامثل تعتقد من وجهه نظرك؟ الحل الامثل ان نضغط على الحكومه التركيه بالوسائل الدبلوماسيه، وقد ضغطنا وفعلنا ذلك، وثم ان نستخدم كل ما يمكن استخدامه لدفع هذه القوات. مثل شنو؟ ممكن حتى الحل العسكري؟ ممكن الحل العسكري. شلون ممكن؟ شلون صادم؟ كيف يكون داعش؟ شلون دخلوا عندنا وشلون طلعناهم؟ نطلع القوات التركيه، يعني شنو هم راح يصيرون اقوى من داعش؟
وشنو هم عددهم وشنو هم وجودهم. وأنا أقول لك اليوم إذا أكو مؤسسة ضعيفة بالدولة التركية هي المؤسسة العسكرية، لأنه قادتهم ورؤسائهم وأمرائهم كلهم انضربوا تماما، واليوم حتى اللي موجودين ليس كاملي الولاء للدولة، لأنه يعتقدون أن أردوغان تحول إلى دكتاتوري ويجب عدم طاعته. وهذه اللعبة الأخيرة اللي لعبها أردوغان بتحويله إلى نظام رئاسي، هذا جزء من الدخول على الدكتاتورية. وأنا أقول أنه الشعب التركي شبيه ما أدري إيش. تذكر العام حضرتك كانت بعض التصريحات قد صدرت من قادة الحشد الشعبي بأن هناك استعداد لطرد القوات التركية بالقوة، هل ما زال هذا الاستعداد قائما لو راح تتداخل بقضايا تتعلق بالحكومة وقرار الحكومة بعد تشريع القانون؟ لا شوف، أكو عندنا بالمنطقة يقولون القوة والفعل. بالقوة إحنا مستعدين، وبالفعل أيضا أنه إحنا نريد اليوم نسويها لو ما نسويها، هذه ترجع إلى الظروف الحاكمة في وقتها. اليوم أكو فد مبادرة جيدة دبلوماسية وهي زيارة رئيس الوزراء، وإحنا قبلناها، لكن قبلناها على أساس أن يساوي هذه الأزمة، يصفر هذه الأزمة، وهو خروج القوات التركية فورا. أما إذا يريد يخليها مرتبطة بإخراج البيكاكا، مرتبطة بالقضاء على داعش، مرتبطة بقضايا أخرى، أنا ما مرتبط، ما لي علاقة بهذه. أنا لا أقبل أي شرط، هذا اللي يجب أن يكون، لا أقبل أي شرط من الحكومة التركية علي بإخراج قواته، والله إلا أن تقضون على داعش، والله إلا أن تخرجون البيكاكا، وأنا شو لي علاقة بهذه؟ هذه مسائل تخصك أنت، داعش في أرضي وأنا جاي أخرج اليوم باكر عقبة، ما لي علاقة بك أنت. جيد. أنت روح حارب داعش في بلدك وامنع داعش من الدخول ومن اختراق هذه الحدود. وهذا القصة أريد نناقشها أيضا. أرجع لحضرتك أستاذ محمد، أستاذ عبد الرحمن إذا تسمعني، بالسابق كنا نتحدث بشكل صريح عن تأثير تركي إيراني سعودي على القرار العراقي، ما أحكي عن الإيراني والسعودي، خلينا أحكي عن التأثير التركي. تعتقد أن الأتراك ما زالوا مؤثرين على صناعة القرار العراقي، خصوصا بعد التداعيات التي حصلت مؤخرا من انقلاب وغير الانقلاب وحتى التهديد الأمني اللي حصل، أم أن تركيا فعلا قد ضعفت بهذا الجانب؟ يعني ابتداء هذا التأثير موجود، هناك أدوات، ولعل وجود القوات التركية هو نوع من هذا التأثير، لأنه تركيا استطاعت بوجود القوات التركية بقناعتي فرض بعض الأشخاص حتى وساعدتهم وجعلت الحكومة العراقية، أنا ما أريد أدخل بهذه التفاصيل، لكن أنا بقناعتي وجود الجيش التركي هو كان سبب مباشر في أنه الحكومة العراقية تساءلت مع بعض الشخصيات السياسية وقدمت لها التسهيلات، لأنها كانت تعلم أنه هذه التسهيلات سوف تخفف من غلواء وحدة وتطرف تركيا بهذا المجال. فلأقل شيئا، نعم، البيان الختامي لم يتضمن كل شيء، بدليل أنه مثلا السيد رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي تحدث عن الأنبوب العراقي التركي لنقل النفط، وهذا الأمر لم يكن في البيان الختامي. فهذا المعنى أنه أكو قضايا أخرى نحن غير مطلعون عليها. طيب. قد تضمنتها المحاضر، وهناك قد تكون اتفاقيات، لكني أقول مسألة، إذا هذا الاتفاق مع تركيا لم يتضمن قضيتين أساسيتين، فيعدو هذا الاتفاق هباء، بل أنه قد يكون وبال على الحكومة العراقية. هاي النقطتين، النقطة الأولى موضوع السيادة العراقية اللي يأثر عليها مسألتين، المسألة الأولى وجود الجيش التركي، إذا لم يكن هناك تعهد واضح وكما افترضت حضرتك خارطة الطريق على الأقل لانسحاب القوات التركية وتعهد واضح وصريح بانسحابها، فالعراق مو كسبان بهذا الاتفاق اللي لم يضمن، لأنه السيادة مو هي عبارة عن بيان ختامي وصاغ، السيادة هي عبارة عن سلوك على الأرض موجود. الأمر الثاني بكل وضوح يجب أن يكون هناك تعهد من تركيا بعدم التعامل مع حكومة الإقليم فيما يتعلق بالقضايا السيادية. يعني اليوم الدستور العراقي، وأنا رجل قانون، فرق، منح مثلا الأقاليم صلاحية أن يكون لها ممثلية في الدول الأخرى، هذه قضية يعني مفهومة ضمن السفارات العراقية، لكن الدستور رسم بعض الصلاحيات السيادية اللي من ضمنها مثلا المنافذ الحدودية، اللي من ضمنها مثلا موضوع الثروات اللي هو النفط العراقي الآن، اللي هو من ضمن الصلاحيات الاتحادية. تركيا كانت تتعامل مع حكومة إقليم كردستان بمعزل عن الحكومة العراقية حتى فيما يتعلق بالصلاحيات الاتحادية. إذا كان اتفاق العراق مع تركيا لم يضمن سد هذا الباب وتعهد تركيا بعدم التعامل مع حكومة الإقليم فيما يتعلق بالقضايا السيادية، موضوع المنافذ الحدودية اللي المفروض بكل صراحة ووضوح يكون العراق هو مسيطر عليه الحكومة الاتحادية، لو كان
العراق مسيطر على المنافذ الحدودية، لما دخل الجيش التركي من المنافذ الحدودية دون أن تعلم الحكومة العراقية، ولما تهرب النفط العراقي وعرضت حقوق العراقية. لحظة بس عبد الرحمن، أنا هنا أرد أوقفك. الحكومة العراقية ما كانت تدري، لو تدري أنت قريب على هاي المنطقة، وزير الدفاع السابق ما نزل بالمعسكر واستقبلوه وسلم عليهم بعد ما طبوا بيومين مدة 3 أيام؟ وزير الدفاع لم يرفع تقريرا، انا مسؤول، انا مطلع حتى على الإفادة. بس هو وزير، لاحظ انه هو وزير، يعني لما نحكي عن الحكومه هذا وزير. الحكومه العراقيه الان مفروض عليها انه مثلا على سبيل المثل وجود الجيش التركي الان هو مفروض على الحكومه العراقيه، وكذلك مفروض عليها انه حكومه الاقليم تتعامل مع تركيا حتى في ما يتعلق بالصلاحيات الاتحاديه الحصريه، موضوع مده انابيب نفط غير الانبوب العراقي التركي، وكذلك لما استهدفت روسيا صهاريج تهريب النفط في تركيا تغير طريقها على كردستان، هاي حقيقة معروفة. إذا هذا الاتفاق لم يضمن سد هذا الباب نهائيا، يا سيدي الكريم، من المعيب بمكان حتى على حكومة الإقليم أنه تجي تضعف الحكومة العراقية اللي هي جزء أساسي منها. اليوم أهم الوزارات العراقية الشخص الثاني بالوزارة ديمقراطي كردستاني، هسه أقدر أعدلك 3 وكلاء وزراء من الديمقراطي الكردستاني. من المعيب على حكومة الإقليم أنه هي من جهة تضعف دور الحكومة العراقية في تعاملها مع تركيا من خلال فتح أبواب العراقية، أبواب الإقليم، السلع التركية، وكذلك بيع النفط العراقي لتركيا بطريقه بتراب الفلوس كما يقال، وحتى بطرق التهريب. ثم ياتي رئيس وزراء تركيا فيستنكف ان يقول حكومه اقليم كردستان ويقول حكومه شمال العراق. شنو هذا الخنوع فيما يتعلق به؟ اليوم السيد مسعود البرزاني يقف على جبل سنجار ويقول هذه ارض كرديه ورسمنا الحدود بالدم ولن يرفع علم غير علم كردستان، ثم تركيا تحمل الحكومه العراقيه وجود البككه وما تحمل السيد مسعود البرزاني وجود البككه. فلا اقول شيئا استاذ حسام، بكل صراحه تفضل. الناس اللي موجودين الان في سنجار ويسيطرون عليها هم يزيديون عراقيون، والحكومه العراقيه لما تطوع 500 يزيدي على الحشد الشعبي فهذا مو فضل ولا منه منها، هذا حق اليزيديين، اليزيديين اللي خذلهم الديمقراط الكردستاني وانسحب وسلمهم الداعش من حق الحكومه، هم رعايا عراقيون من حق الحكومه. اذا كان بعض اليزيديين كان قريب من البككة او كان انتظم في صفوف البككة فمو معنى هذا انه نطرد اليزيدي ونقول له روح تفضل روح على تركيا او روح على سوريا. نسوي اوضاع هؤلاء لا غير. منو منع السيد مسعود؟ اليوم من يسيطر على سنجار هم اهل سنجار. زين اسمع اليوم التصريح اللي قاله عضو جبهة الاصلاح اللي هو زميلك النائب هشام السهيل، يقول ان الحكومة العراقية ستطلب من مقاتلي حزب العمال الكردستاني الانسحاب من جبل سنجار، وذلك بعد الاتفاق مع تركيا على سحب قواتها مع العراق، ويقول هاي واحدة بواحدة. الأتراك حكوا في زمن ما الحكومة العراقية على علاقة مع مسلحي البككة وحتى تنطيهم رواتب، هالشكل قالوا. مو بس تركيا، بعض وسائل الإعلام العربية أيضا تحدثت عن هذا الجانب. هل هذا الجانب صحيح؟ إذا صحيح عندنا مشكلة هنا لازم نناقشها. سيد الكريم احنا نفرق حزب العمال اللي هم أتراك، هذول احنا ضد وجودهم، وهؤلاء ما يحكون عن بككة بشكل عام، بشكل حزب العمال كله كانوا سوريين كذلك بالمناسبة. لكن لما الديمقراطي الكردستاني خذل اليزيديين وسلمهم الداعش، وكانت هناك قوة صغيرة على جبل سنجار من البككة حمت اليزيديين من تعقب عناصر داعش وسهلت عبورهم إلى الضفة الأخرى ثم دخولهم عبر معبر فيش خابور، وتعاطف بعض اليزيديين مع البككة، فمو معنى أن هذا اليزيدي حتى لو انتظم في صفوف البككة معناته نتخلى عنه ونقول له روح غادر العراق، أنت مو عراقي. أستاذ عبد الرحمن لحظة بس رجاء. نعم. من باب قانوني شلون الحكومة العراقية تتعامل مع منظمة مصنفة على أنها منظمة إرهابية؟ لا، ما تعاملت معها الحكومة العراقية، طوعت 500 يزيدي تابعين للهيئة الحشد الشعبي ويتقاضون عراقيين. وذولا بككة؟ لا سيد الكريم، هذول مقاتلين عراقيين، وذول الناس مو فضل من الحكومة، هذول شأنهم، هذا حقهم على الحكومة. زين. الحكومة العراقية مسؤولة عن تسليح اليزيديين ودعمهم وتوفير السلاح لهم بما يضمن حكمهم المناطقهم وكذلك تحريرها. جيد. ولو كان هؤلاء غير عراقيين لكان وجدنا شيء آخر، لكن لأنه ورطة الإقليم الآن. الإقليم اليوم هسه تدخل على الإقليم. أقولك سيد عبد الرحمن، انتم نواب محافظة الموصل، بعض من عندكم همينا على علاقة وطيدة بتركيا، وهمينا اتهم بانه قد ساهم في ادخال هذه القوات
الى 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 الاراضي العراقيه، بس الاقليم يعني فقط الاقليم هذول مثلا ما كان لهم حصه بهذا الموضوع؟ منو من نواب نينا ما اعرف انا اقصد ممثلين عن نينا. لا والله كلها دعايات جنابك، كلها دعايات مضلله وكلها دعايات. منو اللي الاقليم الان قائم مقام سنجار؟ انا ما اقول عن النواب، دا اقول السياسيين اللي بنينوى، ما اقول بس النواب على فكره. قائم مقام سنجار الان زميلنا العزيز محمد خليل عضو بالديمقراط الكردستاني، يعني هو مو لا يعني مو لا دكك ولا اي، هو مفتح له الموجودين الان. انت مو كنت من ضمن، انت مو كنت من ضمن الناس اللي رفعوا دعوى على اثير انه جاي فعلا من هاي القصه، لو انا غلطان؟ صحيح سيد الكريم هسه وبعد. ولذلك اليوم الكلمة التي تضمنتها بيان الختامي عندما تقول أنه معسكر بعشيقة معسكر عراقي، هل سوف يغير من وضعه شيء؟ هل سوف يغير من وضع القوات التركية؟ يعني القوات التركية راح تتحول لقوات عراقية بهذا الاعتراف؟ أقول أنا ما أريد أسيء الظن، قد يكون قد نكون أمام إنجاز كبير أنجزت الحكومة العراقية اليوم، لكن ما اطلعنا على كل تفاصيله، فلننتظر. إلا إذا هذا إذا هذا الاتفاق اليوم أفضى إلى إخراج القوات التركية فوالله إنجاز والحكومة العراقية مشكورة، وإذا هذا الاتفاق أفضى إلى سد باب استغلال حكومة إقليم كردستان تحديدا الديمقراط الكردستاني وبيع النفط العراقي اللي ما يتحول هذا النفط إلى رواتب تكفي إخواننا بالإقليم اللي صار لهم أكثر من سنة بدون رواتب، فهذا المفروض الحكومة العراقية إذا هذا الاتفاق لم يفضي إلى ذلك ولم يكن من نتائجه عدم تعامل تركيا مع الديمقراط الكردستاني في القضايا السيادية اللي هي قضايا اتحادية حصرية، فسوف يكون هذا وبال على الحكومة ولم يكن بأي حال من الحال منجزة. جيد. ما أسأل حضرتك دكتورة زينب عن دكتورة عفوا دكتورة أقبال أنا أعتذر عن شوية صار شيء العلاقة ويا تركيا ما تقتصر فقط مثل ما تعرفين على 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 معسكر بعشيق. احنا عندنا أزمة المي، أزمة المي، وزير موارد المي يقول انه هاي أزمة اخطر من داعش نفسها. هاي القضايا ممكن مناقشتها في ظل هاي الأجواء، في ظل هذا التوتر، او خلينا احنا نسميه نطلق عليه توتر وهو يبدو توتر، ممكن ان نصل الى حلول وسطيه معها مع تركيا من الامر صعب. خلينا نروح الفاصل وارجع اخذ اجابه حضرتك. فاصل قصر سادة المشاهدين الكرام ونعود لنكمل هذا الحوار. من جديد مرحبا بكم سادتي المشاهدين الكرام، مع الدكتوره اقبال. ردت اقول دكتوره زينب مره ثانيه على فكره. دكتوره اقبال، كنا نتحدث قبل الفاصل عن المفاصل المهمه الاخرى اللي يجب ان تحل مع تركيا، اللي هي مثلا خلينا نبدا بازمه المي على الاقل، قضيه هذا السد اللي قاعد يبنوه. هذه القصص تناقشت، ممكن ان تحل في 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 ضوء هذا التوتر. بالنسبة لموضوع التسوية المائية نسميه احنا، هذا الملف هو من اقدم يعني الملفات الحديثة يعني بعد الحركة العلمانية في وظهور اتاتورك يعني بحكم 1923. عندنا ملف المياه انه ملف انه باعتبار انه حوض دجلة والفرات هما منابعهم من تركيا، فدائما الجانب التركي يتحجج بهذا الموضوع. فنشوف انه بعد عام 1990 وبناء مشروع القاب اللي بنوا به تقريبا اكثر من 21 سد، اللي كان تقريبا مستوى المياه اللي تدخل العراق اكثر من 18 مليار متر مكعب سنويا، ثم انخفض عام 1987 الى 9 مليار متر مكعب يعني النص، وبعدين بدات معدلات المياه تتناقص تدريجيا الى نوصل تقريبا 500 متر مكعب بالثانيه، واحنا رايدين انه يوصل ل 700 متر مكعب بالثانيه، لان هذا سبب لنا انه هناك يعني خطر التصحر موجود في المناطق الزراعية، وهذا ما شاهدنا أنه زحف اللسان الملحي نحو الأراضي الجنوبية في العراق، ومن مشاكل وتداعيات الأراضي الزراعية في العراق. الحكومة قاعدة تشتغل على هذا الجانب ويا تركيا ولا؟ حقيقة عندنا هو احنا مجلس المياه الوطني اللي دائما يكون هناك في حلقات تفاوضية مع برئاسة وزارة الخارجية ومستشارين رئاسة الوزراء ووزارة الموارد المائية، وكانت هناك مباحثات يعني سنوية تقريبا تعقد ما بين الجانب التركي والجانب العراقي. العام الماضي كان هناك كانت معدل منسوب المياه اللي نزل تقريبا اقل من 500 متر مكعب الثانيه، وهذا لا تذكرون العام صارت ازمه مياه شحيحه في العراق يعني، وصر وضغط الجانب العراقي. عندنا اوراق ضغط سياسيه على تركيا بهذا الصدد بهذا الخصوص. احنا مع الاسف لحد الان احنا اكو نقطه ذكرها الاستاذ محمد وانا احب ان انوه لها، احنا لحد الان ما استخدمنا ضغط الاقتصاديه او الورقه الاقتصاديه مع تركيا بتكون نحل ملفاتنا العلاقة بيناتهم. هم يعتبرون انه النفط
النفط هو ورقة ضاغطة بالنسبة لنا باعتبار أنه تركيا هي أكثر من 90% تستورد طاقة من الطاقة وتحتاج بالطاقة باستمرار، وخاصة وإحنا ما نستورد من عندهم، من ناكل إذا إحنا حتى حب عين الشمس تركي. إحنا معنا مشكلة أنه أكثر منتجاتنا اللي بلغ حجم التبادل التجاري مع تركيا تقريبا أكثر 12 مليار 2013. إحنا المواد الغذائية تقريبا أكثر من والاستهلاكية أكثر من تركيا. أنا أقول أنه مستوى هسه التبادل الاقتصادي والتجاري ما بين العراق وتركيا انخفض يعني بنسبة كلش كثيرة، يعني احكي على مستوى بغداد والمركز، انا ما اتكلم على مستوى الاقليم. انا التقيت مره باحد يعني الاقتصاديين الاتراك يقول احنا كنا نصدر تقريبا بس الحلويات اكثر من مليار دولار هسه نسبة السنة التصدير العام مو بس للعراق، ها التصدير العام للعراق للعراق فقط مليار، ما شاء الله مليار دولار، مليار دولار. ارجع لحضرتك، احنا عندنا نشرة سوشيال ميديا اللي يفترض ان يساهم فيها المشاهدين الكرام عبر كتابة البوستات وارسال مقاطع الفيديو. خليني ابدأ بالبداية مع ما كتبه السيد وفيق السامرائي على صفحته في فيسبوك، واخذ تعليق استاذ محمد حوله. يقول ان تركيا لن تقدم الكثير للعراق وهي محتاجة إليه كثيرا اقتصاديا وأمنيا. ليس من مصلحة العراق مساندة حزب العمال الكردستاني ولا الدخول بمجابهة معه، فالتشابكات الداخلية شمالا والإقليمية تتطلب تفرغ العراق لاهتماماته. مطلوب من تركيا سحب قواتها ووقف اتصالاتها مع سياسيين عراقيين وأن تكون شفافة مع بغداد لتكسب تعاونا متبادلا. جذب تركيا بهدوء يساعدها في الابتعاد عن التحالف السعودي القطري، فالتهديد الرئيسي يأتي من هذا التحالف الثنائي والنصر للعراق في تصديه للإرهاب. كيف تعلق على ما قاله سيد وفيق السامرائي، خصوصا فيما وصفه بهذا التحالف السعودي القطري وكيفية جذب تركيا بهذا الاتجاه؟ اللغة المتشنجة اللي تستخدم مع تركيا، ما تعتقد انه هي راح تدفع لمحاور قد تكون هي ضد العراق ومصلحته وسياسته بالمنطقة؟ لا، المطالبة بحق ليس فيه شيء من الضرر، بالعكس انت عندك حق يجب ان تدافع عنه بكل الوسائل. نعم، ما تفضل به سيد وفيق صحيح، بشكل عام يجب ان نستخدم كل لغة من الدبلوماسية وبهدوء وان نصفر مشاكلنا مع تركيا. هذا ما بغانا، واحنا صبرنا الى هذا اليوم. تعتقد اذا رفضت تركيا ذلك كيف يعني ممكن ان نساومها على سيادتنا في سبيل ان لا نقع في تحت ضغط التحالف القطري السعودي؟ ابدا، هذه ليس حلول، هذا خنوع، هذا يصبح شيء من الذله سمح الله، والعراق يأبى ذلك. احنا لدينا من مصادر من القوه ما تكفي، لا تركيا ولا السعوديه ولا قطر. مصادر القوه العسكريه تقصد لو غير شيء؟ في كل مصادرنا. احنا العراق بوضع مستعد لخوض حرب او مواجهه عسكريه ويا تركيا؟ ليس بضروره الا ان تكون حرب، وتركيا ايضا غير مستعده لخوض حرب. هي هم شنو اللي عندنا؟ شنو اللي عندنا استاذ محمد يسوينا اقوياء؟ شنو الصناعه عندنا؟ زراعه؟ ايش عندنا؟ انت شو جربت ان داعش اللي هدد العالم وامريكا بعظمتها وكل دول اوروبا بكل ما اوتيت من قوه لم يستطيعوا ان يقفوا امام داعش، ولكن العراق وقف امام داعش واخرجهم من كل القلاع التي كانوا يتحصنون بها. الفلوجة قلعة من قلاعهم، الخالدية قلعة من قلاعهم، ما كان يمكن أن يتبحث. الموصل يسموها عاصمة الخلافة، إلى أن اليوم وصلنا إلى أسوار الموصل. كنا نقاتلهم قبل سنة على أسوار بغداد، اليوم نقاتلهم على أسوار الموصل. سؤال أخير باختصار أستاذ محمد قبل أن أنتقل لأستاذ عبد الرحمن أو البوست الثاني، أنت تؤمن أن العراق يجب أن يكون ضمن محور معين في المنطقة حتى يدافع عن مصالحه؟ نحن هنا نتحدث عن تحالف سعودي قطري ومحاولة جذب تركيا للمحور المقابل، تتصور أن العراق من مصلحته أن يروح ضمن المحاور إذا ما هو رايح المحاور؟ العالم اليوم عالم محاور وتحالفات. جيد. ليس هنالك من دولة تستطيع أن تكون لوحدها، وإلا تكون خارج السرب ولا يكون لك تأثير في هذا العالم. وإحنا من يوم حوار، إحنا اليوم يجب أن نعرف من وقف مع العراق في حربه ضد داعش. وقف بالصدق، وقف لمصلحة العراق. نعم، هناك مصالح أيضا إقليمية للدول مثل الجمهورية الإسلامية وقفت ويانا،
صحيح عندها مصالح، لكن وقفت أيضا حققت مصالحنا ومن خلال إرادتنا. يعني ممكن نصير ضمن محور الإيراني الروسي؟ نعم، ليش لا؟ ليش لا؟ أنا أبحث عن من يقف مع العراق جيد. ويحقق المصلحة العراقية أولا. جيد. هذا الذي أبحث. أمريكا ما تقبل يمكن هذا. وهذا اللي أنا أقوله. يجب أن لا نبقى في البودقة الأمريكية. اكسر هذه البوطه وارجع اطلع عنها يا اخي. شنو اللي خلانا احنا للاسف الشديد اللي احنا باقين لحد الان اسارة بيد القرار الامريكي؟ واقولها بصراحه، خلينا نطلع نروح. تعال، انت عندك دول اخرى وفاعله وقويه وتقدر انت تدخل الى تحالفات انت السيد فيها. اشكرك استاذ محمد. خلينا نروح للبوست الثاني اللي كتبه السيد اثير النجيفي محافظ نينوى السابق، واخذ تعليق السيد عبد الرحمن اللويزي حوله. يقول السيد أثير النجيفي: القبض على الداعش المسمى أبو أسامة في تركيا وتسليمه للعراق دليل بسيط على أهمية التعاون العراقي التركي في مكافحة الإرهاب، ويحتاج العراق إلى نمط جديد من التعاون مع دول الجوار ضد داعش، إيران، تركيا، الأردن والسعودية، فجميع هذه الدول تدرك خطر داعش على أنظمتها وسلامة مواطنيها. سيد عبد الرحمن، هل فعلا ما قاله السيد أثير النجيفي أن تسليم أبو أسامة هذا الداعشي إلى العراق هو دليل على أهمية التعاون التركي في مكافحة الإرهاب، ولازم نستخدم نمط جديد من العلاقة مع تركيا لمكافحة الإرهاب؟ تعتقد إحنا بحاجة إلى تطوير العلاقة مع تركيا من أجل مكافحة الإرهاب، لو القصة غير قصة؟ يعني ابتداء انتم الاعلاميين دائما انتم تسالوني على اثير النجيفي، وبعدين من انا احكي يقول ايش عندك وياه؟ انت دائما انا تعمدت ان اجيب سيره ترى يا صدفه يا اخي، والله صدفه هي صدفه هالشكل. اولا يعني الرجل اسامه النجيفي واردوغان هم اعلم بالارهابيين، يعني انا والله ما سمعان بهذا اسم هذا الارهابي، ولا اعرف انه القي عليه القبض في تركيا. وكان اكثر الناس الذي استفادوا من وجود الجيش التركي في داخل الاراضي العراقيه هو السيد اثير النجيفي، لانه بكل صراحة أقول لك لولا وجود الجيش التركي لم يعد أسامة النجيفي إلى منصبه بعد سنة، رافع دعوة سنة كاملة، ولم يسمح لقوات أثير النجيفي بالمشاركة في عمليات تحرير الموصل دون غيرها، ولم يقبل أثير النجيفي الآن مؤخرا كقيادي في الحشد الشعبي إلا بسبب وجود الجيش التركي، لأنه الحكومة العراقية ما تريد كثير مشاكل، وتعلم أنه تساهلها مع أثير النجيفي سوف ينعكس إيجابا على تخفيف حدة العلاقة. تركيا لم تتدخل عسكريا إلا عندما ألغي منصب أسامة النجيفي، إلا عندما أقيل أثير النجيفي. وأنا أحيل المشاهدين وحضرتك الفيديو مسرب لأبو المخابرات مدير مكتب مخابرات نينوى عندما قال أنه المحافظ الفعلي قبل سقوط الموصل كان القنصل التركي، ما كان أثير النجيفي. أنا أريد أقول مسألة إنسانية مليها علي البعد الإنساني. نعم. حزب العمال الكردستاني الآن، اللي حزب العمال التركي اللي ينتقد الآن، ما يقوم به هل يختلف عن ما يقوم به سيد مسعود، كان يقوم به سيد مسعود البرزاني أو السيد جلال الطلباني أو كل المناضلين الكرد حتى يريدون هسه يعتبرون هذا الحزب إرهابي ويجب أن يصنف منظمة إرهابية ويعتزون بتاريخهم اللي لم يكن يختلف من حيث الفعل عن ما يقوم به حزب العمال الكردستان الآن، حزب العمال التركي؟ ليش هذا عدم الإنصاف؟ إذا تركيا تريد تحل مشاكلها خلت تروح تعطي 20 مليون كردي تركي، خلت تروح تعطيهم حقوقهم وتحل مشاكلها على أراضيها. طيب وما طيب. تجي تحمل الحكومة العراقية مسؤولية تقصيرها في التعامل مع رعاياها وغمطهم حقوقهم القومية. طيب أستاذ عبد الرحمن، اليوم أنت كل الشايل سيفك على حزب الديمقراطي الكردستاني، خلي أسألك على هاي المنافذ اللي نتحدث عنها دائما من تركيا. التركية متهمة بأنها منفذ أساسي لعبور مقاتلي داعش باتجاه الموصل الأراضي العراقية والأراضي السورية على حد سواء. تعتقد أنه ما زالت تركيا تمثل هذا التهديد؟ هل نحتاج مثل ما أشار السيد أثير النجيفي بما كتب على صفحته بالفيسبوك، نحتاج إلى نوع من العلاقة جديد يحاول أن يسد هذه الثغرات إن وجدت أو إن ما زالت مستمرة؟ والله سيد حسام، العقاب الإلهي كان حاضر. تركيا سوريا في يوم ما كانت ممر لعبور الإرهابيين، شوف شو صار بيها. وتركيا كانت ممر لعبور الإرهابيين، شوف راح يصير بيها. الله تعالى عدل. هاي دماء ناس، هاي أعراض، هاي يعني باس ناس انكسر الآن مدت إيده وهي كانت عزيزة، ناس انقتلت، أطفال يتموا، نساء رملت. كل إنسان تعامل مع داعش سوف يكتوي بنارها، والآن تركيا راح تذوق وبال ما جنتها على نفسها. هذا هو بصراحة وضوح. العراق الآن، أنا في تعقيب على كلام أستاذ محمد، أنا لست مع سياسة المحاور، ربما لو كنت أفكر
بسياسة المحاور ما كان هذا خطاب الآن، كان تبنيت خطاب مختلف. أنا أعتقد بأن العراق يجب أن ينطلق في علاقاته من مصلحته هو، مو من مصلحة دول جواره. خلي يعود تركيا تريد تصير بالمحور السعودي أو تصير بالمحور الروسي، هذا شأنها هي، مو شأننا إحنا. خلي نفكر مصلحتنا إحنا، وخلي نكون قريبين من كل دول الجوار اللي احنا قدرنا الجغرافي قدرنا التاريخي ان يكونوا جوار لنا، وانه نتعامل معهم على قاعدة حسن الجوار وقاعدة المصالح المتبادلة. لكن اذا عبرت هذه المسألة واصبحت تدخل بالشؤون الداخلية واصبحت احتلال مباشر، فاعتقد ان يكون يجب ان يكون كل العراقيين مو مذهب دون اخر ولا حزب دون اخر يكون موقفهم واضح تجاه الدفاع عن سيادة. جيد، عندك رد استاذ محمد؟ رد ب 15 ثانية اذا سمحت قبل ما انتقل للبوست الثالث. اساسا ان يكون العراق سيد فيها، يعني من مصلحتنا احنا اليوم ان نكون ضمن محور تبادل مصالح، والا اذا بقيت خارج هذه المحاور انا ما عندي اتفاقيه لا ويا هاي الدوله ولا ويا تلك الدوله، راح ابقى منفردا. نقدر نكون اسياد نفسنا امام ايران. نعم نعم. طب ليش لا؟ هو هذا الاتفاق، انت في الاتفاق كون سيد نفسك، انت بالاتفاق ثبت مصالحك، انت بالاتفاق ثبت سيادتك. انا لا اقول اننا نذهب ابدا، لا يذهب الاخ اللويزي الى هذا، مو انا اللي اروح الى هذا الاساس. جيد. انا ادعو الى ان يكون العراق عزيزا قويا ذو سياده، ذو وحده واحده ارضا وشعبا، ذو سياده متكامله وفق ايضا جيد. محاور جيد. لما لا خلينا يعني هذه الدول الاخرى الان اللي راحت لازم تخسر؟ لا ابدا. بالعكس، انا لاجل ان احافظ على سيادتي وعلى وحدتي وعلى ان اكون قويا اذهب الى هذه المحاور من باب السياده والقوه. وجهتي نظر مختلفه ممكن نناقشها في حلقات مقبله. خلينا نروح لباسم العوادي. الاستاذ باسم العوادي كتب على صفحته بالفيسبوك، وناخذ تعليق من الدكتوره اقبال. يقول: وللإنصاف فقد كان لشخص رئيس الوزراء حيدر العبادي دوره المؤثر الفعال في وضع نهاية منصفة للأزمة. ما أعرفه النهاية وين، بس خلينا نكمل القراءة. في وضع نهاية منصفة للأزمة وفرت للعراق العزة، ولشخص العبادي الاحترام والتقدير العالي، فقد تمسك العبادي بموقفه الوطني ولم يتنازل، حيث رفض طلب تركيا بزيارة أنقرة لحل الأزمة، وأرسلوا أكثر من وفد ورفض لقائهم، وأصر على زيارة عالية المستوى من قبلهم لبغداد لتسوية الأزمة، وهذا ما يحصل الآن. دكتورة إقبال، طبعا أكو تفاؤل كان كبير يمكن من التسريبات التي ظهرت، أو ربما من الفهم المغلوط لما قاله رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي. كان اكو تفاؤل ان الازمة انتهت، القوات انسحبت بشكل كامل، بس ما قاله الاخ باسم العوادي يحيلنا الى تساؤل: هل فعلا السيد العبادي قد ادار الازمة بهذه الحنكة العالية؟ هل فعلا انه ما زال يخطو بخطوات ثابتة باتجاه حل الازمة؟ بالحقيقة احنا ما نستبق الامور. اليوم هو كانت الزيارة، وبعد التفاصيل او البنود التفصيلية الثانية واللقاءات اللي حصلت ما نعرف بعد. احنا اللي صار البيان رسمي بصورة عامة وبصورة مختصرة، وما نعرفنا انه اللي خلف الكواليس شنو صار، او شنو الحوارات، او شنو الجانب العراقي والجانب التركي، شنو اللي اللي صار. تعرف ان الموضوع هو موضوع امني، وموضوع يعني يتعلق بخروج قوات. لحد الان الادارة كانت موافقة؟ لحد ما متوفر عندنا المعلومات الان. لحد الان انا نشوف موقف السيد العبادي بهذا الموضوع، موقف كان موقف حقيقة دبلوماسي ورائع. يعني الرجل أنا خلال هاي السنة الماضية التقينا مرتين بالسفير التركي الموجود بالعراق، وصرح بأكثر من اللقاء أنه كان يعاني أنه السيد العبادي ورئاسة الوزراء كان ترفض جملة تفصيليا أي حوار او تنطيه فرصه انه يتحدث، بحيث انه يوم من الايام قال اني عزلت يعني اداريا للمكتب، لان اني ما التقي بالسياسه العراقيين. اني معناه انه يعني اقول اهملت، او يعني بسبب انه وجود القوات التركيه الجانب العراقي رافض بتاتا اي حوار اي محادثه. طلبنا من بغداد انه احنا بوفد رسمي نجي ونتحدث او نتحاور ونتناقش بالموضوع، والعراق لا زال مصر انه انا يفتح اي خط حوار مع تركيا. وهذا خلال سنه كامله تقريبا يصرون الاتراك ان يتون الى بغداد او وفد رسمي يروح الى تركيا، والعراق رافض يكون وهذا شيء جيد، تقييمكم له جيد لحد الان. انا اشوف انا جيد. انا بعد 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 اليوم او الايام الماضيه قد يعني احنا ليش نتشائم؟ انتهى الوقت دكتوره اقبال. شكرا جزيلا لحضرتك. في ختام اللقاء لا يسعنا نتقدم بالشكر الجزيل للسيدة إقبال عبد الحسين عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب. شكرا جزيلا. والسيد محمد ناجي
النائب عن كتلة بدر ولجنة الدفاع الأمن والدفاع، شكرا حضرتك. والسيد عبد الرحمن الويزي عضو أو النائب عن محافظة نينوى وجبهة الإصلاح، شكرا جزيلا لحضرتك. وأنتم سادتي المشاهدين الأكارم شكرا جزيلا لحسن المتابعة، نلتقيكم في حلقات مقبلة بإذن الله تعالى، في أمان الله وحفظه.